اليوم اذا قارنا الدوله بايش تاخذ الطن؟ تاخذ 540 الاولى، 480 الثانيه، 430 الثالثه. طيب التاجر بايش ياخذ الطن هالشين؟ التاجر حتى اذا ياخذ ب 500 افضل مما سلم للدوله ب 540، واحد يقول لي ليش؟ اكيد راح اقول لك ليش. انا حجاوبك. انا حسابي ما احكي لك بلغه دبلوماسيه وكذا، احكي لك واقع. انا اليوم عندي منظومه مرشه. جيت حصلتها طلعت 40 طن، اجيبها للسايلو. الاجره مليون دينار. طيب. عطل يظل واقف يحسبون عليه يوميا 50,000. اذا يسمح نوضح للساده المشاهدين، المقصود بالعطل انه السائق للتريلا يحسب الانتظار يوميا على الفلاح، هذا المقصود بالعطل. 50,000 صح، يضيف عليه. بالاضافه فوق كل هذا تدري انت المصاريف الثانيه تتبعها بسايلو وكذا، ما اريد نتطرق احنا هالموضوع، ولكن انا فصاوف 1.5 مليون. ال 50 طن كل طن نزل من قيمته مصروفه 30,000 دينار. بيش صارت 510. زين ابيع ب 500 واخذ فلساتي واسدد الطلبه المطلوبه، ولا فلاح ما مطلوب، خذها مني انطيك حساني، انطيك 98% من مزارعين مطلوبين. محافظه كلهم. كلهم 98% مطلوبين. 2% يجوز اللي ما مطلوبين، هاي نسبة يعني نقدر نقول 100%. زين انت جيت انا سوقتهن ب 540، صرف عن 30 صرفت لي 510، انا كفلاح مو 500 ابيع، ابيع للتاجر ب 450 واستلم فلوسي وما ابيع للدولة ب 500، وانتظر السنة فلوسي ما تنطني اياها. يجي موسم الثاني اقوم اشتري سيارة بالدين 180 ورقة ابيعها 130، اخسر 50 ورقة اسقم موسم الجاي. يعني هذا الشيء هو منصف؟ هذا الشيء مسؤولين يدوم به؟ السادة الوزراء يعلمون بهذا الشيء؟ والله حكي ووزيركم عمكم وزير الزراعة، هذا الحكي وجه لي وزيركم. الرجل السيد وزير الزراعة احنا نتمنى من خلالكم يوصل، احنا دا نحكي له من واقع الأرض. احنا لا مسؤولين ولا